السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. بعد سنوات عديدة من التوتر والجمود في العلاقات بين بغداد والدوحة، جاءت زيارة أمير قطر الثانية للعراق تأكيد على مبدأ فتح الصفحة الجديدة والوقوف عند المحطات اللي تعزز خطط العمل المشتركة، ابتداء من الاقتصاد والاستثمار في الغاز وتثبيت ركائز تنموية بعيدة المدى، وصولا إلى المواقف المشتركة حيال التحديات المتباينة، خاصة ما يتعلق بأمن المنطقة واستقرارها. هذا الانفتاح المتبادل بين العراق ومحيط العربي، واللي يعد انتقالة نوعية في السياسة الخارجية، وهو ما يعني ضمنا توازنات دولية جديدة، على سبيل المثال تكتلات اقتصادية ربما تصل للمواقف السياسية. العراق يقع اليوم في قلب منطقة الاهتمام والتدافع. ملفنا الثاني لهذه الحلقة راح يكون مشاهدي الأحبة عن طريق التنمية، المشروع الأكبر للنقل في المنطقة واللي يبدأ من الفاو وينتهي عند الشمال العراقي، يواصل بعد ذلك المسير لتركيا وينتهي عند الغرب، وتواصل الجهات المعنية هذه الخطوات المكملة للتعاقدات وهذه الإجراءات اللي تتصف بالدبلوماسية لكونه مشروع عابر للحدود الجغرافية ويتصف بالشراكة والشمولية، فهو يؤسس لانتقالة نوعية في جسد الاقتصاد العراقي ودول الجوار قاطبة. هذه الملفين راح نتابع كل تفاصيلها ضمن سياق حلقتنا لهذه الليلة. تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذه الحلقة، واللي أرحب بها بضيفي الكريمين الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، ضيفا كريما في الاستوديو، أهلا بك أستاذ علاء. وكذلك ينضم معي عبر الهاتف الأستاذ حيدر العرب الموسوي الباحث والأكاديمي، ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ حيدر عرب، نتحدث عن دلالات اللي تحملها زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بين ما يجهز الاتصال مع الأستاذ حيدر العرب. نتحدث عن قطاع الطاقة والاستثمار. أستاذ علاء الفهد، في هذه الزيارة كان حاضر الاستثمار في الغاز، نقصد على ما يبدو هذا القطاع هو جوهر المباحثات العراقية مع قطر، خاصة وأن الدوحة قطعت أشواط متقدمة في هذا المجال. ما مدى انعكاس ذلك على العراق والمسارات الاقتصادية على البلدين والاستفادة من هذا التحول، خاصة وأنه يمتلك مبادرة الطريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجه التحية لك أستاذ أحمد ولضيفك الكريم ولبكل مشاهدي قناتكم الكرام. حياكم. العراق يشهد حالة من الانفتاح الاقتصادي على دول المنطقة بتغيير العلاقات السياسية والاقتصادية. سياسيا العراق اليوم بدأ بالعلاقات المثلثة، بحيث يكون هو أساس ل طرفين بيناتهم خلاف، يكون العراق هو الطرف الثالث من أجل تقريب وجهات النظر، وهذا ما حصل بين الجانب السعودي والجانب الإيراني ثم الجانب المصري والجانب الإيراني نتيجة زيارة السيد رئيس الوزراء. واليوم العلاقات العراقية القطرية التي ستكون ذات جدوى اقتصادية بين البلدين، وأيضا في مجال استثمار الطاقة، وأيضا دخول الشركات القطرية للاستثمار في مجال طريق التنمية. الشركات القطرية تمتلك خبرة كبيرة في مجال استثمار الطاقة، وخصوصا الغاز الطبيعي والغاز المصاحب. وبما أنه اليوم أصبحت إمدادات الغاز تأثرت نتيجة الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا وقطع الإمدادات الواصلة إلى أوروبا، بدأ البحث عن مصادر جديدة، وهذا المصدر هو عبر قطر والعراق
عبر بوابة العراق اللي راح يكون هو الطريق الأساس عن طريق طريق التنمية لإيصال الغاز إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك عقد مذكرات تفاهم عديدة تشاركية بين القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص القطري، وأيضا الخروج بمذكرات تفاهم وتعاون في مجال النقل البري والنقل الجوي. نتحدث عن مذكرات التفاهم أستاذ علاء، ولكن خلينا نغطي الواقع السياسي لهذه الجزئية. أرحب بالسيد حيدر عرب الموسوي الباحث الأكاديمي مجددا ينضم عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ حيدر. أود أن نتحدث عن دلالات اللي تحملها زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق، خاصة وأن مسارات الدبلوماسية القطرية نحو العراق تغيرت كثيرا عما كان سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أخي الجميل أستاذ أحمد، قناتكم مشاهديكم ضيفكم حياكم الله. أنا أعتقد هذه الزيارة هي تعتبر الزيارة الأولى بعد عام 2003 أو ما قبل ذلك، بالتالي أنا أعتقد هذه الزيارة تعتبر من الزيارات المهمة لعودة العلاقات العراقية القطرية إلى سابق عهدها أو إلى الشكل السليم الذي يجب أن تبنى عليه العلاقات الدبلوماسية ما بين الشقائين العرب. أنا أعتقد هذه الزيارة لما لها من أهمية باعتبار الأجندة أو الأجندات التي سوف تناقش داخل هذه الزيارة لها أهمية كبيرة. أولا سوف تناقش الأجندة وهي على رأس القائمة الأجندة الاقتصادية، كيف سوف يكون التعاون ما بين العراق وقطر تحديدا بعد ميناء الفاو وطريق التنمية، كيف سوف تكون هذه العلاقة، كيف سوف تستثمر قطر حقيقة داخل العراق، كيف تكون العلاقة الاقتصادية، ما هي الاستثمارات التي يجب أن تتبناها قطر وترعاها قطر داخل العراق، باعتبار أنه العراق فتح باب الاستثمار على جميع البلدان العربية، باعتبار قطر أيضا كانت من أهم حقيقة الضيوف الذين حضروا مؤتمر القاب بقضية طريق التنمية وميناء الفاو. هذا جانب. الجانب الآخر أعتقد هو جانب سياسي إقليمي. هو سياسي، يعني كيف توضح دور العلاقة بين العراق وقطر، خصوصا بأنها عادت إلى مسارات صحيحة ومصالح مشتركة؟ أنا أعتقد العلاقات الإقليمية مهمة باعتبار المسارات الإقليمية ومسارات السياسية ما بين العراق وقطر هي من أهم هذه المسارات. العراق باعتبار موقعها الجيوسياسي وكذلك الجغرافي الذي استطاع أن يقرب وجهات النصر تحديدا مع ضفتي الخليج، العلاقات المتطورة لقطر مع الجمهورية الإسلامية وكذلك مع العراق سوف يعطي لهذه الزيارة أهمية باعتبار هنالك محاولات من الجانب العراقي لتقريب وجهات النظر ما بين الجمهورية الإسلامية ومصر، ما بين الجمهورية الإسلامية والأردن، وكذلك العلاقات المتطورة ما بين المملكة العربية والجمهورية الإسلامية. نعم صحيح. إذن سوف يكون اللاعب حقيقة الإقليمي وكذلك التأثير الاقتصادي الكبير الذي يلعبه العراق وكذلك تلعبه قطر في هذه الزيارة على المحك، وبالتالي أنا أعتقد من أهم النقاط التي سوف يتم النقاش بها ما بين الطرفين هي الجانب الاقتصادي وتحدث بذلك ميناء الفاو وطريق التنمية، وكذلك العلاقات علاقات المنطقة حيث جميع البلدان العربية والإقليمية هي تبحث عن الاستقرار وكيف نستطيع أن نبني استقرارا باعتبار وهذه العلاقة بين الاقتصاد والاستقرار الأمني والجانب السياسي باعتبار جميع بلدان العالم بدأت الآن تتحدث عن آلية مغادرة حقيقة النفط، وبالتالي هذه البلدان العربية والبلدان الخليجية تحديدا عماد اقتصادها هو الخليج. طيب. كيف نستطيع أن نستثمر هذه الجزئية سنناقشها في هذا الملف أستاذ حيدر، لذلك اسمح لي أن أتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذ حيدر عرب الموسى والباحث والأكاديمي أثريت الحوار في هذه المقاربات الاقتصادية والسياسية بين العراق وقطر. شكرا لحضرتك مرة أخرى، وأرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور زياد العرار الخبير في الشؤون الاستراتيجية، حياك الله دكتور زياد. نتحدث عن ما وصل إليه العراق من ناحية أمنية، وحدثنا سيد حيدر عرب الموسوي عن هذه العلاقة الترابطية بين الأمن والاقتصاد والسياسة بين البلدين، هل يمكن اعتبار بأن القاعدة الأساسية الأموال المستثمرة إلى العراق هي هذه العلاقات الثلاثة؟ شكرا وتحية لحضرتك وللمتابعين الكرام. بالتأكيد رأس المال جبان لا يأتي إلى الأرض التي فيها عدم الاستقرار حتى ولو كان بنسبة بسيطة. الوضع الأمني في العراق مستقر، والقوات العراقية
بكل صنوفها أثبتت قدرتها على أنه تعطي صورة واضحة لكل الأطراف الدولية على المستوى المحيط الإقليمي والمحيط العربي والمحيط الدولي بأن العراق مستقر. وبدأنا نلاحظ كيف أن العراق يلاحق التنظيمات وقادة التنظيمات اللي هم عراقيين وغير عراقيين خارج العراق، وبالتالي بقيت عندنا الجنبة السياسية هي المهمة. لا زالت هذه الجنبة بحاجة إلى أن يتم معالجتها، ولا أخفيك ولا يعني ولا أخفي المشاهد الكريم بأنه ما زالت القوى السياسية يعني مختلفة، لكن اختلافها أصبح بيني بشؤونها الداخلية، لم يعد هناك خلاف سياسي داخلي عراقي ينعكس عن الخارج. يعني ما عادت أكو قوى سياسية تتحدث مع الأطراف المحيطة بالعراق سواء كانوا الجيران أو المحيط العربي أو الإقليمي بأنه الوضع غير جيد وبأنه لا يمكن أن تدعموا فلان والجهة الفلانية والطرف الفلاني. لا، هذه انتهت. الآن نحن في طور بناء الدولة، بناء الدولة الحقيقية من ناحية الاقتصاد مع وجود هذه الخلافات. نأمل أن تعبر القوى السياسية وزعامات المشهد هذه الخلافات وأن تذهب إلى عقد الشراكات الحقيقية مع الدول القادرة أن تنفذ. رأينا وترى حضرتك وتعرف قطر دولة صغيرة لكنها شريك استراتيجي من خارج الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، استراتيجي موقعة بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد مع واشنطن مع صغر حجمها، لكنها اقتصاد قوي وعملية إدارة اقتصادها تعتمد على الرؤية الدولية. وبالتالي العراق يجب بمساحة الكبيرة ونفوس الكبير وثروات الهائلة أن يذهب إلى الربح الاقتصادي وأن يجعل الجنبة السياسية جزء من الجنبة الأمنية في عملية جذب الاقتصاد والاستثمار الخارجي إلى العراق. طيب، إذن هذه الجنبات السياسية والاقتصادية أستاذ علاء الفهد يتفضل بها دكتور زياد العرار يجب أن تكون مقننة. بالنتيجة حضرتك أشرت إلى إنفاذ مذكرات التفاهم جاء بعد إعلان النوايا المشتركة واستفادة العراق من التجربة القطرية في البنى التحتية وبناء المدن الذكية. هل استخدام أو توقيع مذكرات التفاهم سيكون هو هذا الإطار القانوني والاقتصادي اللي من الممكن أن يكون محكوم بمدة زمنية؟ راح نلاحظ هذه الفوارق بمدة زمنية محددة؟ نعم أستاذ أحمد، أتفق مع ما تفضل به ضيفك الكريم أستاذ زياد. حقيقة أنه اليوم السياسة والاقتصاد قاطرتان تسير بسكة واحدة. العراق يجب أن يتجه سياسيا مع مصالحه الاقتصادية وعلاقاته الاقتصادية، يعني يجب مغادرة المحاور وأسلوب المحاور المتصارعة والمتنازعة. العراق اليوم يشكل جزء وسيط لأطراف متنازعة من أجل الحفاظ على وضع الاقتصادي وأيضا مصالحه الاقتصادية. العراق بلد يمتلك ثروات نفطية هائلة ويمتلك مساحة أرض واسعة وأيضا موارد بشرية، تستغل هذه الأمور والموقع الجغرافي من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وانعكاسه. دول سبقتنا في هذا المجال، سبقتنا الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وغيرها، بدأت تتحسن من أوضاعها الاقتصادية نتيجة تحسين أوضاعها السياسية. العراق بعد أن شهد حالات من الصراعات والاقتتال الداخلي نتيجة وجود عصابات داعش الإرهابية والتهديدات الأمنية في السابق، اليوم العراق يبعث رسائل إلى كل دول العالم أنه بلد مستقر أمنيا وسياسيا وبلد جاذب للاستثمار. وهذا الجذب الاستثماري يأتي من خلال مشاريع استراتيجية وشراكات استراتيجية عميقة مع الدول اللي إلها مصلحة مع العراق. واليوم قطر تشكل شريك استراتيجي من كل النواحي، من ناحية قطاع الطاقة، قطاع النقل، أيضا قطاع السكن. أيضا قطر اليوم بعد استضافة كأس العالم لعام 22 هي غير قطر اللي كانت قبل عام 22. قطر واستثماراتها وشركاتها أعطت رسالة للعالم أنه دولة مستقرة ودولة كبيرة من ناحية الاقتصادية. عقد هذه الشراكات للعراق يكون ذات فائدة اقتصادية ومردود اقتصادي، خصوصا أنه بعد أن استضاف العراق وتنازلت قطر عن بطولة خليجي اللي تم إقامتها
في محافظة البصرة هو دليل حسن النوايا والعلاقة بين البلدين من جهة، وأيضا سيكون العراق بوابة عن طريق قطر لدخول الاستثمارات الخليجية إلى داخل العراق والاستثمار في طريق التنمية أو الاستثمار في ميناء الفاو، الاستثمار في مشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة ومشاريع إنتاج المكملات النفطية، الصناعات التحويلية، وأيضا في مجال الزراعة، في مجال النقل. كل هذه المجالات يمكن أن تكون هناك شراكات استراتيجية للعراق ذات فائدة وجنب اقتصادية. اليوم السيد رئيس الوزراء يتحرك وفق برنامج حكومي ويتحرك وفق أريحية بعد إقرار الموازنة لثلاث سنوات. اليوم أصبحت الحكومة ملزمة بتنفيذ برنامجها الحكومي والاستثماري وعدم الاعتماد على الواردات الحكومية فقط، إنما أيضا البحث عن استثمارات وشراكات دولية لقطاع خاص محلي أو أجنبي من أجل الدخول للعراق والاستثمار في كل القطاعات التي يمكن أن تكون قطاعات رابحة ومدرة للدخل وأيضا مؤثرة من ناحية الاقتصادية، بحيث تشكل تشغيل وتشكل أيضا حالة من التطور الصناعي والاقتصادي. اليوم العراق فيه الكثير من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي يمكن أن تدخل بها استثمارات دولية أيضا لها تأثير تقوية وضع الاقتصاد العراقي وأيضا تقوية العراق من الناحية السياسية، كونه بلد يمتاز بموقع جغرافي مهم جدا رابط بين آسيا وأوروبا، وأيضا لديه حضور إقليمي مميز جدا. طيب أيضا هذا الحضور الإقليمي والموقع الجيوستراتيجي والجيو إيكونومي دكتور زياد، هل من الممكن أن يستثمر العراق هذا الموقع وكل هذه المواقف ويقود وساطات في المنطقة من أجل رأب هذه التصدعات في المرحلة السابقة؟ قطر لها مواقف معاكسة من عودة سوريا لمحيطها العربي عكس كل الرغبات العربية، هل راح تستطيع بغداد كما فعلت مع ملفات أخرى من إيجاد موقف ومحطة تقريب بين دمشق والدوحة على سبيل المثال؟ يعني بغداد مركز، يعني مركز محوري في عملية جمع الأضداد، في عملية جمع خلينا نقول الغرماء في المواقف، لأن يعني تعرف ماكو عداء بالمنطقة بمعنى العداء، وإنما هو اختلاف في المواقف، ويبنى دائما في الدول العربية ومنها العراق العداء على مواقف شخصية أحيانا وعلى مواقف اقتصادية. في السياسة أستاذ أحمد عكس الاقتصاد، في السياسة كل شيء ابحثه، ابحث كل الدور اللي تقدر تبحثه، ممكن أن تبحث ما لا تستطيع أن تفعله وتبحث ما يمكن أن تكون قادر على فعله. فأن تبحث دور العراق في المنطقة وكيفية إيجاد محور عراقي لجذب المتخاصمين المتقاطعين كما فعل العراق في عملية الحوار المباشر ومراحل الستة اللي أدارها العراق بين طهران والرياض وكانت ناجحة وفعلا كانت يعني بمستوى عالي، توجت هذه الحوارات في الصين بالاتفاق اللي الآن نشهد احنا كعراقيين جزء من مغانم هذا الاتفاق، وهو الهدوء السياسي ما بين الرياض وطهران انعكس على العراق، وهذا كان في من قبل العراق هذا بزمن حكومة الكاظمي. الآن العراق يستطيع أن يفعل كل شيء في السياسة ويستطيع أن يتحدث عكس الاقتصاد. في الاقتصاد أنت عليك أن تحدد ماذا تريد وماذا يمكن أن تقدم وماذا يريد الطرف الآخر وماذا يقدم. لذلك اليوم يعني أذهب لك إلى الاتفاقية والاتفاقيات اللي وقعت اليوم، شوف ذهبت باتجاهين، اتجاه أول إعلان نوايا، إعلان نوايا اتفاق مع قطر في كثير من الأمور، لكنها في طياتها حملت مذكرات تفاهم في مجال الطاقة وفي مجال النقل. مجال النقل اللي راح ينعكس على وين؟ على خارطة طريق التنمية اللي العراق يطالب قطر بأن تكون شريكا به، وقطر تدرس هذا الموضوع. وموضوع الطاقة هو الغاز اللي هو اختصاص قطر، اللي الآن قطر دولة عظمى في هذا المجال لأنها تريد أن تستخدم غازها إلى أوروبا عبر العراق وتركيا. فشفت لازم تحدد أنت شو تريد والطرف الآخر شو يريد. أنت تبني بنى داخلية، بنى تحتية في الداخل، عليك أن تذهب إلى الشركات، ووقعت مع المملكة العربية السعودية، وقعت مع مصر،
العراق انتقل إلى مرحلة التنفيذ في هذه المرحلة، أنا أعتقد أرى أنه ذهب إلى التنفيذ السياسي والاقتصادي مع الدول العربية، بقي أن يذهب مع الجيران، مع تركيا بالتحديد، مع إيران بالتحديد، أن يذهب للخطوات الفعلية. وبالتالي بموقف العراق كلما كان الاقتصاد جيد والعلاقات الاقتصادية جيدة سيكون تأثيره على الدول العربية فيما بينها والدول العربية مع المحيط الإقليمي أيضا يكون قوي لكي يجمع الغرماء في الآراء والمواقف، وممكن أن يلعب دور الوسيط بشكل جيد وبشكل أساسي. طيب أستاذ علاء، في الانعكاسات الدولية وهذا التقارب الخليجي الخليجي والتقارب الخليجي العربي وصولا لدول المنطقة، هل برأيك راح يعزز من فرص إنشاء تكتلات اقتصادية تبعد هاي الدول عن هيمنة المنظمات الاقتصادية الدولية والعالمية، خاصة وأن لاحظنا بأن السيد السوداني أكد على أهمية هذه التكتلات في هذه الفترة تحديدا؟ نعم، وردت ضمن الاتفاقات أنه العمل على تكتل عربي، العمل على تكتلات اقتصادية. اليوم مثل ما حدث في أوروبا وإنشاء السوق الأوروبية المشتركة، اليوم كل دول العالم تبحث عن مصالحها الاقتصادية لإنشاء تكتلات متقاربة سياسيا واقتصاديا من أجل رعاية مصالحها. وطبعا هذا وارد أنه أن تعود الدول العربية تحت مظلة اقتصادية، تحت مظلة استثمارية. اليوم العراق يشارك في كل محيطه، سواء كانت بعلاقته مع السعودية ومع الأردن ومع مصر، واليوم مع قطر، وقبلها مع الكويت ومع تركيا ومع كل دول الجوار، بحيث يؤسس لشراكات وتكتلات عربية قد تكون في الأفق ذات أبعاد اقتصادية مهمة جدا. نأمل أنه هذه تكون خطوات أولى لدخول العراق ضمن مجلس التعاون الخليجي، يدخل العراق ضمن تكتلات أخرى سبق أن دخل فيها العراق بتكتلات اقتصادية. هذا طبعا يجعل مؤثر من ناحية أنه حسب موقع الجغرافي وتأثير طريق التنمية من جهة، وأيضا باعتباره كبلد نفطي مهم جدا، هذا سيكون هو محور الشراكات القادمة، خصوصا إذا بعدنا اليوم محاولة أن يكون العراق بعيد عن أي محور ونزاع وصراع. العراق اليوم يمكن أن يلعب دور الوسيط، يقارب وجهات النظر، لكن أن لا يكون شريك بصراع جهة مع جهة أخرى. العراق اليوم يمتلك يكون حمامة سلام وحلقة وساطة من أجل التقريب بين كل الأطراف المتنازعة، وأعتقد نجحت السياسة العراقية الخارجية في هذا المجال، وستثمر في الأيام القادمة مو بس مذكرات تفاهم وزيارات متبادلة، ستثمر أيضا على الواقع الاقتصادي والمعاشي لكل أبناء الشعب العراقي. تعكس هذه الزيارة دكتور زياد الدور المتنامي وانفتاح البلدان على العراق كمرتكز لقلب هذه المنطقة برأيك؟ نعم أحسنت، يعني تعطي صورة واضحة بأن العراق فتح أبوابه لكل الدول، لجيرانه، لأشقائه، للمحيط العالمي، وفتح الباب هذه المرة ليبدأ العمل وليس لغرض إجراء الحوارات. احنا من 2017 نجري حوارات، يعني حقيقة حوارات مكثفة وحوارات كبيرة، وبالتحديد يعني من 2016 بدأت الحوارات مع المحيط العربي، 2018 تطورت الحوارات، الآن احنا نجني الثمار. العراق بدأ يحدد مساراته، وهذا أهم شيء، أنه لا يبقى مفتوح الأوراق والملفات بأنه تعال أنت شو تريد وخلينا نتفاهم، لا، العراق الآن يسعى لأن يبني بناه التحتية على ما أرى، وأن الحكومة تذهب باتجاه أن تحل لغز الطاقة الكهربائية والطاقة بشكل عام والغاز، لأن يعني هذا صار لغز، يعني ما معقول 20 سنة ما ينحل، الآن أكو خطوات لحله، أكو سعي من الحكومة الآن والدولة العراقية وحتى القوى السياسية بأن يتم رعاية القطاع الصحي وإعادة تأهيله. هذا طبعا يتطلب جهد خارجي، ما ممكن العراق وحده يقوم بهذا الجهد، لان هذا الجهد يتطلب شركات عالميه، شركات كبيره مختصه. العراق الان يسعى ايضا لان يضع الموضوع التجاري وقوت المواطن في الاولويه والمقدمه، يعني يبدو احنا ذاهبين باتجاه انه تكون السله الغذائيه بديل عن البطاقه التموينيه، هذا امر جيد حتى نوفر للمواطن كل متطلبات العيش الكريم، وبالتالي
العراق فتح أبوابه ليبدأ العمل بمرحلة جديدة. أتمنى، وهنا أقولها بشكل صريح، أتمنى أن لا تكون هناك عثرات سياسية في هذا المجال، وأن تقف بطريق تنفيذ هذه الرؤية التي تتبناها على ما يبدو الحكومة العراقية في عملية البدء بالخطوات الاقتصادية الفعلية، لأن كلما كان الاستقرار السياسي داعم للقرار الحكومي سنذهب باتجاه انفتاح اقتصادي واستثماري ومشاريع كبيرة. وأقول لك أستاذ أحمد في عجالة، لو أن الفرصة أعطيت للحكومة بشكل كامل أن تفتح الباب للاستثمار، ووجد الاستثمار الشركات العربية فقط العربية، تجد الاستثمار متوفر في العراق بدرجة أمان عالية، سنرى إنجازات بسنوات بسيطة. إذن نتمنى أن لا تكون هناك معرقلات سياسية في الخطوات الحكومية. طيب أستاذ علاء، لما نتحدث عن هذه المسارات بطبيعة الحال راح نتحدث عن البدايات واللواحق. هل من الممكن إذا ما نجحت هذه المذكرات، مذكرات التفاهم، أن تكون هي مجرد بداية ومن ثم سيكون هنالك يعني انفتاح أكبر خصوصا في موضوعة مشروع التنمية؟ نعم، هذا يؤسس أستاذ أحمد إلى شراكات استراتيجية. اليوم صار الحديث عن إنشاء شركة مشتركة بين العراق وقطر في مجال الغاز ومجال الطاقة، وطبعا هذا باعتبار أنه الجانب القطري يمتلك خبرة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها. اليوم مثل ما ذكر ضيفك الكريم أستاذ زياد، عبرنا مرحلة التفاهمات، اليوم احنا بمرحلة التطبيق العملي، والسيد رئيس الوزراء لديه خطوات واضحة ويدرك ماذا يفعل، بحيث بدأ من حيث انتهى الذين قبله، بحيث يكمل السياسة الخارجية أيضا بمعاونة السياسة الاقتصادية. يعني اليوم الشيء بشيء يذكر، الجانب الصيني اليوم كان الحديث أنه بعيد عن طريق التنمية، لكن اليوم اشترك الجانب الصيني، رجع شراكته مع العراق وبقوة. أيضا دول أخرى أبدت استعدادها للاستثمار مع العراق والدخول بشراكات خصوصا مع طريق التنمية. اليوم العالم ينظر إلى العراق هو بوابة للاستثمار، عندما يكمل أي مشروع، خليه يكمل مشروع ميناء الفاو ويرى النور، شوف أنت الشركات الاستثمارية اللي راح تدخل العراق وتعقد شراكات وصفقات من أجل أولا تحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي للعراق، باعتبار أنه لديها مصالح مشتركة. بدلا أن كان العراق هو مسرح لتنفيذ صراعات ونزاعات، اليوم يكون العراق هو بوابة اقتصادية لقيام شركات استثمارية كبيرة جدا للاستثمار في كل المجالات. وطبعا هذا العراق كان يجب أن يأخذ دوره من زمان، لكن مع الأسف الأوضاع السياسية أتت بظلالها. هذه المشاريع هي منذ السبعينات والثمانينات كان ينظر للعراق جزء من الدول المتقدمة، جزء من الدول النامية اللي وصلت مراحل في التخطيط الاستراتيجي لمشاريع تنموية يمكن أن تؤثر بالمنطقة تأثير كبير، لكن غيب العراق نتيجة إجراءات النظام السابق كانت عسكرية وكانت عدائية لدول المنطقة، أثرت بشكل كبير على التقدم الاقتصادي. لكن اليوم الفرصة مؤاتية، صح اليوم احنا متأخرين، العالم سبقنا في مجالات معينة، لكن يمكن أن يكون العراق شريك أساسي ويرجع قوي من ناحية الاستثمارات ومن ناحية شراكات استراتيجية مع جميع دول المنطقة، وأن يأخذ دوره الإقليمي المعهود كونه بوابة الشرق ويمتلك موقع استراتيجي جغرافي ويمتلك ثروات طبيعية وموارد بشرية. يمكن أن يكون العراق ضمن مصافي الدول المتقدمة إذا مثل ما ذكر الأستاذ زياد، إذا ما تركت السياسة يترك رئيس الوزراء يعمل بأريحية وينفذ برنامج الحكومي دون أن يكون هناك تأثير للصراعات الداخلية والمناكفات الداخلية والمزايدات، بحيث أي نجاح تحقق الحكومة العراقية هو نجاح لجميع الكتل السياسية اليوم الداخلة بالعملية السياسية. الصراعات دكتور زياد يتحدث عنها الأستاذ علاء الفهد اللي حدثت بالسابق، هي لم تكن يعني، وهذا تناولناه في أكثر من حلقة، لم تكن هي فقط صراعات داخلية، بل كان الدعم الخارجي واضح، وكان التعامل مع العراق على أساس تخاطب، ليس تخاطب دولة مع دولة، ولكن وفق مبدأ شراكات أحزاب وكتل سياسية، هكذا كان التعامل، والكثير من الكيانات انطلقت من هذه الدول، من تركيا وقطر وغيرها. هل استطاع العراق أن يقنع المجتمع الدولي بتعافيه، وأنه اليوم دولة على المستوى الاقتصادي، حتى ندخل بإشكالات، على المستوى الاقتصادي هو دولة ذات سيادة اقتصادية؟
أتفق مع ما تطرحه وأتفق مع ما طرح الضيف الكريم مستر العلاء بأنه العراق اليوم مختلف. العراق لم يستطع أن يقنع أحد بل أجبر الآخرين على الاقتناع. لطيف. نعم، يعني العراق أجبر الآخرين على الاقتناع بأنه دولة ولها قدرة وقوة بعد أن استطاع أن يدحر تنظيم إرهابي جاء ليخرب البنى والأرواح والمنشآت والدولة العراقية ويلغيها من الوجود. وكان كل الرأي الدولي بأنه نحتاج 15 سنة. العراق في وقت قياسي وفي فتوى بسيطة من مرجعية كريمة العراقيين انتخوا هبوا راحوا قاتلوا. يعني يقول بعد القتال أنا أتذكر لقاء مع ممثلة الأمم المتحدة البرنامج الإنمائي UNDP أو يسمونها كذا سيد ليزا جراندي، قالت خلاص انتهى التحرير بس هم يراد لكم بعد 10 سنين يلا يرجعون الأهالي إلى مساكنهم. بعد 4 أو 5 أشهر بدأت المدن تعود إلى مساكنها. الحكومة العراقية عملت، الأطراف العراقية عملت، القوى العراقية عملت، فاستطاع العراق أن يجبر العالم والمحيط العربي والإقليمي على أنه قادر على أن يعيد نفسه. الآن على العراق أن يتعامل مع هذه الدول حتى من كانت سببا في عملية انتكاس وضعه الأمني والسياسي والاقتصادي في السنوات الماضية أن يتعامل معها وفق رؤية جديدة. وأما إذا أكو فد شيء ممكن نتحدث به بعدين، فالعراق دولة كبيرة تتحدث في وقت آخر، لكن في العمل السياسي وفي عمل بناء الدولة يجب أن تذهب إلى المستقبل، ما تبقى تنظر إلى الخلف ولا تبقى تنظر في مكانك، يجب أن تتقدم خطوة حتى يستقبلك الآخرين وأن تفتح بابك حتى ممكن يجوك ضيوف. الآن العراق في هذا الدور، يعني في دور القوي اقتصاديا القادر على جذب الاستثمار. أنا أقول لك بعد أن ينجح العراق في موضوع الطاقة القطاع النفطي وقطاع الاستثمار سترى تكالب الشركات العالمية العربية من كل العالم على العراق في قطاع الزراعة في قطاعات أخرى ومنها الصناعة. بلد صناعي زراعي نفطي كل شيء بيه، كل مقومات الحياة التي أوجدها الله في الأرض موجودة في العراق دون عن باقي الدول، مع كل الدول يعني وضعها جيد ونتمنى لها الخير، لكن هذا البلد غني بكل شيء بإنسانه وبثرواته. فبالتأكيد عندما تكون القوة والقدرة العراقية مقتنعة بأنها قادرة على أن تعمل معا وأن تترك الحسابات الجانبية والداخلية، وهذا كان مرتبط بإيران وهذا كان مرتبط بقطر وهذا كان مرتبط بدولة أخرى، لا، يجب أن تترك القوى السياسية هذه المفاهيم وهذه الرؤية وأن تذهب وتتعاضد لبناء الدولة. لأن قلت لحضرتك وأعيدها وأقولها دائما، إذا ما أعطيت الفرصة الكاملة للحكومة العراقية الحالية أو أي حكومة أخرى، إذا ما أعطيت الفرصة الكاملة ووجدت دعم سياسي سيعود العراق أقوى مما كان في عام 1978 و75 بعد أن كنا الدولة المتطورة الأولى. لكن تعرف دخلنا بالحرب، إحنا آخر شركة إحنا جتنا القطاع الطاقة بال83، وراها ما جتنا شركة لا صيانة للكهرباء لا عملية نقل لا عملية توزيع إلى آخره ولا قطاع الصحي. فبالتالي عندما يكون هناك توافق، وأنا أتمنى أن نرى هذا التوافق قريبا وقويا بدعم كل الأطراف السياسية لبعضها ودعم الحكومة، أعتقد أننا سنشهد قوة اقتصادية عراقية قادمة ستكون يعني بمستوى عالي خلال سنوات وليس عقود. أشكرك شكرا جزيلا دكتور زياد العرارة الخبير في الشؤون الاستراتيجية، أثريت الحوار في هذا الملف، وتتفضل البقاء معي الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجد ترحابي بالخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد. أستاذ علاء، نتحدث في هذا الملف عن من بدأ بالحديث في هذا الملف هو أمير قطر، فرد جزء من مباحثاته لطريق التنمية. هل وعى الجميع أهمية هذا المسار الاقتصادي بعد أن فشل طريق مشروع الحزام والطريق ومن ثم تحولنا إلى
مشروع آخر أو مشابه هو طريق التنمية؟ يعني ورد في الحديث أنه هذا الطريق هو بديل عن طريق الحرير، بديل عن طريق الحزام، لكن هو بالحقيقة هو كله يكمل بعضه. اليوم النقطة المضيئة جدا أنه طلعنا من حالة التفاهمات والاتفاقات، اليوم دخلنا بمرحلة دراسات الجدوى، وأكملت الشركة الإيطالية دراسة الجدوى، وهناك مؤتمر احتضنته بغداد ضم 10 دول، انضمت أخيرا الصين ولبنان إلى طريق التنمية، أصبحت الدول المشاركة 10 دول. بدينا مراحل مهمة جدا، مرحلة التنفيذ ودخول هذا الطريق بحيز التنفيذ. الكثير من وسائل الإعلام تحدثت أنه لماذا العراق ترك الصين وترك الشراكات مع الصين بطريق الحرير والحزام والطريق، واتجه إلى طريق التنمية، هذا يضعف العراق ويجعله ممر فقط. لكن اليوم الحديث بدخول الشركات الصينية، دخلت الجانب الصيني وأيضا الجانب اللبناني، يؤكد أنه العراق ليس ممرا فقط، إنما فرصة لقيام استثمارات مع هذا الطريق وقيام مدن صناعية. وأيضا اليوم كل دول العالم بعثت رسائل وشركات للدخول بشراكة من أجل إنشاء هذا الطريق، الطريق الحيوي والاستثماري المهم جدا، اللي سيشكل نقلة نوعية في مجال نقل البضائع بين آسيا وأوروبا، وسيأخذ العراق موقع الطبيعي حقيقة. بهذا المؤتمر تم تحديد كل دولة وحجم استثماراتها وما تستطيع أن تقدم، حتى وصلنا إلى مراحل تحديد سرعة القطارات. اليوم تتنافس الشركات من يقدم منافسة لأي سرعة قطار معين، بحيث يسهم هذه السرعة بتقليل التكلفة وتقليل الوقت. اليوم العالم ينظر إلى الوقت هذا الموضوع سأل على يدعونا أن نسأل عن البنى التحتية لهذا الطريق. وفي هذه الأثناء اسمح لي أن أرحب بالدكتور ناصر الأسدي، مستشار السيد رئيس الوزراء لشؤون النقل. حياك الله دكتور ناصر، ضيفا كريما في الاستوديو، حياك الله. نسأل بما يطرحه الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، أسأل حضرتك عن إمكانية أن يحيي هذا الطريق البنى التحتية ويتكفل بالمدن الصناعية، إمكانية أن يستفيد العراق من هذه الفرصة. بالتأكيد راح يستفيد العراق من هذه الفرصة، هذه فرصة عملاقة ولن تأتي دائما. نحن في موقع مهم جدا في العالم، نربط الشرق بالغرب في أقصر طريق. الآن كما تفضل ضيفك الكريم، أحييه من هنا. المشروع هذا مشروع استراتيجي، مشروع حيوي، مشروع اقتصادي متكامل مستدام، سيخلق فرص عمل كبيرة بالمجتمع، سيخلق مداخيل للخزينة العراقية التي تعتمد حاليا على النفط، سيوفر فرص تكنولوجية كبيرة لاستثمارها في المنطقة، سيوفر فرص أيضا للدول المجاورة للمساهمة في هكذا مشروع. فإذا هنالك فائدة كبيرة للعراق من هذا المشروع، يجب أن تستغل بالطريقة الصحيحة، ويجب أن يتوفر لها كل الإمكانيات الموجودة في البلد لكي تنجح نجاحا باهرا إن شاء الله. وهذا الطريق هو ليس فقط للعراق وإنما للمنطقة جميعا وللعالم، لأنه يربط الشرق بالغرب، ويوفر أيضا مسار آمن، ويوفر فرص استثمارية آمنة لتطوير البنية التحتية وتطوير المجتمع العراقي. أستاذ علاء، الكثير من الدول الأوروبية بل وحتى العربية بدأت تنضم وتقيس وتعي مدى أهمية هذا المسار. أيضا يعني هنالك منها من قدم مذكرات الانضمام إلى هذا المشروع، منها سوريا. كيف يمكن قبول تلك الدعوات برأيك؟ يعني هناك تسارع من دول العالم، وأيضا الكل يعي أهمية هذا الطريق والمستقبل الاقتصادي لهذا الطريق الرابط، مثل ما ذكر ضيفك الكريم، ووجه التحية له. إنه هذا الطريق الرابط بين الشرق والغرب يعتبر الأقصر والأقل تكلفة، الكل اليوم يبحث عن فرص استثمارية. اليوم الحكومة أعلنت أنه جادة بتطبيق هذا المشروع وتنفيذه على أرض الواقع. دراسات الجدوى مكتملة، هناك شركة إيطالية أكملت ما عليها، وهناك تفاهمات ولقاءات مستمرة ولجان مشتركة للعمل، بحيث أنه اليوم الباب مفتوح لكل دول العالم، ولا يوجد خطوط حمراء على أي دولة أو أي شركة يمكن أن تدخل وتستثمر بهذا الطريق، لأنه مثل ما ذكر الضيف الكريم، هذا ليس ملك للعراق فقط، إنما ملك لكل المنطقة. يمكن أن تكون هناك فرص استثمارية وصناعية
للقيام على هذا الطريق، وأيضا سيشغل أيدي عاملة. اليوم احنا يجب أن نغادر الريعية. الاقتصاد العراقي مثل ما ذكر السيد رئيس الوزراء بحديثه أنه بعد سنوات بالاعتماد على هذا الطريق وعلى المشاريع الاستثمارية نغادر الاعتماد على النفط بدرجة كبيرة، اقتصادنا الريعي، بحيث يكون هناك اهتمام بموقعنا الجغرافي، بقيام مدن صناعية، بقيام الاستفادة من طرق النقل البرية والجوية، وأيضا استفادة من الموقع الجغرافي. كل هذا والسياحة الدينية وغيرها يمكن أن تنوع سلة موارد الدولة بحيث لا يعتمد على النفط بالدرجة الأساس، وهذا طبعا يشكل نقطة تنموية مهمة جدا يجب على الجميع اليوم الشد من عزم الحكومة ومساندتها بهذه الخطوات المباركة، ودعم وسائل الإعلام، وعدم النظر إلى من يتحدث بوسائل مغرضة أنه هذا الطريق سيجعل العراق ممر، سيبيع الاستثمارات. هذا الحديث اليوم العالم غادر، اليوم العالم أصبح سوق مفتوحة، من يوفر فرص عمل، من يوفر استثمارات، نعم، تكون له الغلبة اليوم. المصالح اللي انفتحت، نعم، على عفوا المقاطعة، لا ننسى أنه العراق ونظام الاقتصادي، وهنا أسأل الدكتور ناصر الأسدي حول جوهر معاناة الاقتصاد العراقي هو الريع الفردي، ولكن في هذه المسارات الاقتصادية وهذه المذكرات التفاهم وما يمضي إليه العراق حكومة و تأييد جماهيري وشعبي وبرلماني، هل سيمثل هذا المشروع ركيزة اقتصاد مستدام ومتنوع دكتور؟ بالتأكيد طبعا، هذا المشروع هو التنوع، الفعاليات في هذا المشروع يخلق تنوع في الواردات والفوائد للاقتصاد العراقي. احنا سابقا كنا نعتمد على مورد واحد، الآن سنعتمد على عدة موارد. هذه الموارد هي مهمة بالحقيقة، لأنه الآن رغم الكوارث اللي صارت سابقة مثل كورونا ومثل الحروب اللي صارت، لاحظنا أنه الجهد اللوجستي هو الوحيد الذي كان فعال ويعمل في ظل هذه الظروف. فإذا نحن الآن الاستثمار في اللوجستيات اللي هي في لوجستيات النقل، في لوجستيات الصناعة، الاستثمار في هذا النوع من الـ الاقتصاد الحيوي هو بفائدة كبيرة للمجتمع العراقي. نحن الآن نتكلم، ليس يعني كثيرون يتكلمون في المواقع السوشيال ميديا اننا سنكون حمالين وهذا ممر ترانزيت وهذا، يعني اطلب او اوجه من الاخوان جميعا، يعني سواء كانوا مخالفين للمشروع او مؤيدين، انظروا الى المشروع ككتله واحده رجاء، افهموا ما هو مكونات المشروع. يعني تتكلمون عن المشروع الصيني الذي سيبني مدن في العراق وسيبني صناعة، نحن سنبني مدن وسنبني صناعة. الفرق احنا عراقيين ونملك مشروعنا، لماذا ننتمي إلى مشاريع أخرى؟ هذا يشجعنا على أنه نستثمر في أرضنا، نستثمر في شعبنا، نستثمر في شبابنا، نؤمن مستقبل أطفالنا ونؤمن مستقبل البلد. فإذا هكذا مشاريع هي مهمة جدا في كل مكان، نلاحظها في شمال أمريكا، نلاحظها في أوروبا، نلاحظها في آسيا، في أفريقيا. هذه مشاريع هي مشاريع المستقبل، هي المشاريع التي تضع البنية التحتية لأي بلد مستقر آمن اقتصاديا وسياسيا. أستاذ علاء، طبيعة التمويل لهذا المشروع، هل الحكومة العراقية قادرة على تحقيق ذلك أم أن العجز المالي يحول دون التنفيذ؟ يعني شنو الخيارات البديلة والشراكات المقترحة من خلال الاستثمار؟ هل راح تكون معادل موضوعي لمسار محدد يسد لنا العجز؟ نعم، اليوم جوانب الاستثمار مفتوحة، هذا الطريق هو طريق رابح من الناحية الاقتصادية، وكل الشركات اليوم أبدت استعدادها لمسألة التمويل والقيام بتلك المشاريع والدخول بشراكات، بعيدا عن أنه الحكومة العراقية لوحدها تمول هذا المشروع. هذا المشروع ضخم جدا، مشروع كبير جدا، هو يخدم المنطقة. يمكن أن يكون هناك شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص الأجنبي، وأيضا بدخول استثمارات أجنبية لشركات عالمية للاستثمار بهذا الطريق، كلا حسب اختصاصه. اليوم هذا الطريق المتوقع له وارداته كبيرة جدا، والكل يريد أن يدخل بالجانب التمويلي والاستثماري من أجل أن يعقد شراكات مع العراق. هذا طبعا مهم جدا من الناحية الاقتصادية. اليوم الحكومة لا تستطيع لوحدها أن تمول هذا المشروع الكبير جدا، لكن تحتاج إلى شراكات دولية، وهناك استعداد
يعني في يوم أمس كانت زيارة السيد رئيس الوزراء والوفد العراقي إلى مصر، الكل تحدث لماذا مصر بدل الصين. اليوم مصر شريكة للعراق وأيضا دولة كبيرة من الناحية الاقتصادية، يمكن أن تدخل بشراكات سواء تنموية وصناعية، وأيضا تدخل شريك ولديها خبرة في مجال إدارة قناة السويس، وأيضا لديها خبرة في مجال قطاع السكن والقطاع الدوائي. اليوم هذا الانفتاح اللي يشهد العراق من الناحية التنموية لعقد شراكات يمكن أن يشكل فرص تمويلية لهذا المشروع باعتباره مشروع رابح ومدر للدخل مستقبلا. شنو طبيعة الدور المحوري اللي لعبه المشروع في تنشيط الحركة التجارية العالمية وحاجة العراق لهذا المكسب دكتور في عجالة لو سمحت؟ طبعا احنا ما ننسى انه الدول كلها الان اصبحت شريكة في هذا المشروع، فاذا هنالك فائدة لجميع هذه الدول. العراق هو محور هذه الفائدة، وهو محور الانتقال من منطقة الى منطقة سواء كان شمالا او جنوبا، فلذلك احنا نجد الان الجميع مساهم في هذا المشروع، الجميع مهتم في هذا المشروع، لدينا دعوات من دول كثيرة اوروبية واسيوية للانضمام هذا المشروع. هذا المحور سيكون مهم جدا على مستوى الاقتصاد العالمي، سيكون كما سماه البعض قناة السويس جديدة، ونحن نتكامل مع قناة السويس كما نتمنى أن تكون قناة السويس متكاملة معنا. فلذلك الآن لننظر إلى المستقبل، ماذا سنجني من هذا المشروع، ماذا سيوفر هذا المشروع لبلدنا، لننظر بتفاؤل نوعا ما ونقول بسم الله الرحمن الرحيم لنبدأ مشروعنا العراقي الفريد من نوعه، وإن شاء الله نجد المستقبل الباهر أمامنا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ناصر الأسدي مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، أثريت الحوار في هذا الملف ورافقتنا في الملفين ضيفا كريما الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، شكرا لحضورك معنا في الاستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.